الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى تكبير الله بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أماتا جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عيان وتفجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الديان ذلك اليوم العظيم نفوسنا حشرات وها قد خاب ذو النكران من بعد مبعثهم حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان يا سعد وجنان ربي فتحت يتقلبون بأنعم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون
بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان. وسما الصباح على الوجوه حبورا، وترى الناس يمني نورا، وثما وسما الصباح على الوجوه حبورا، وترى الناس يمني نورا، وتمايلت تلك النوارس ضاجة، يا سعدنا لنا نجاح سرورا. أيامنا نحو الأمان سيرا، ويشد عزمتنا إخاء صادق، حب يترجم للألام سطورا. تحفيظنا الأولى تكامل فخرها، عقد تهندم لؤلؤا وحريرا. أفراحنا والأمنيات تجالست، وتألقت تهدي ندى وزهورا. عشنا سنينا والكتاب رفيقنا، والله ألهمنا الكتاب يسيرا. من آيه حزنا فضاء إلى هاده، والتاج للأبوين بات منيرا. أنعم بمدرسة قدواتنا، بالعلم شادوا منبرا وقصورا، يهدون للخلق الفضيل فؤادنا، للحق كانوا أسوة وبدورا. وسما الصباح على الوجوه حبورا، وترى ففراقكم كأسا شربنا مره، ومع اللسى صار الهنا مبتورا. لن ننسى ودا إن تناء طيفه، ذكراكم شغل القلوب حبورا. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün kardeşlerimizle birlikte hep beraber kardeşliğimizi daha iyi pekiştirebilmek için birlikte aynı yolda giden, yani İslam davası yolunda giden kardeşlerin tekrar hep beraber tek bir hedefte yürümesini görüyoruz burada. Kardeşler burada eğleniyorlar. Ortam güzel. Kar var. Hava sıcak ve güneşli. Güzel bir ortam.
Müslümanların bir ara kalbindeki sevginin daha fazla artabilmesi için bu tip faaliyetlere ihtiyaç var her zaman. Rabbim hepimizi kardeş kılsın. Birbirimize olan birbirimize olan sevgimizi arttırsın inşallah. Bu yolda, sadece bu dağ yollarında değil, İslam yolunda da hep beraber yürümeyi ve hep beraber o güzel sona ulaşmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. قد عم أرجاء الفضائ بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أماتا جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عيان وتفجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الديان ذلك اليوم العظيم نفوسنا حشرات وها قد خاب ذو النكران من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من ثقلوا على الميزان يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنعم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان سما الصباح على الوجوه حبورا وترى تعلي ناس يمني نورا وثمايا جنيا نوارس راجة وسما الصباح على الوجوه حبورا
سيرها تجتاز في الأفق النبيل عبورا ويشد عزمتنا إخاء صادق حب يترجم للألام سطورا تحفيظنا الأولى تكامل فخرها عقد تهندم لؤلؤا وحريرا أفراحنا والأمنيات تجالسات وتألقت تهدي ندى وزهورا والله ألهمنا الكتاب يسيرا من آيه حزنا فضائل هاده والتاج للأبوين بات منيرا أنعم بمدرسة بها قدواتنا شادوا منبرا وقصورا يهدون للخلق الفضيل فؤادنا للحق كانوا أسوة وبدورا وسما الصباح على الوجود حبورا وتربع الإناس يمين نورا تمايلت تلك النوارس ضاجة يا سعادنا لنا نجاح سرورا ففراقكم كأسا شربنا مره ومع اللسى صار الهنا مبتورا لن ننسى ودا إن تنا ذكراكم شغل القلوب حضورا يا ألهمنا السعادة والمنى الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصف لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركاني
تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان. هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان. والكل جند للإله ما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان. وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان. والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عيان. وتفجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن. والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الديان. ذلك اليوم العظيم نفوسنا حشرات وها قد خاب ذو النكران. من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من ثقلوا على الميزان. يا سادهم وجنان ربي فتحت يتقلبون بأنعم الرحمن. قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان. يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان. يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت. وسما الصباح على الوجوه حبورا وترافع الإياس يمني نورا وثمايا كان وارس راجة. يا سعدنا منا نجع سرورا. وسما الصباح على سطورا. تحفيظنا الأولى تكامل فخرها عقد تهندم لؤلؤا وحريرا. أفراحنا والأمنيات تجالسات وتألقت تهدي ندى وزهورا. وسما الصباح على الوجوه.
عشنا سنينا والكتاب رفيقنا والله ألهمنا الكتاب يسيرا من آيه حزنا فضائل هاده والتاج للأبوين بات منيرا أنعم بمدرسة بها قدواتنا بالعلم شادوا منبرا وقصورا يهدون للخلق الفضيل فؤادنا للحق كانوا أسوة وبدورا وسما الصباح على الوجود حبورا وتربع الإناس يمني نورا وتمايلت تلك النوارس ضاجة يا سعادنا لنا نجاح سرورا ففراقكم كأسا شربنا مره ومع اللسى صار الهنا مبتورا لن ننسى ودا إن تناء طيفه ذكراكم شغل القلوب حبورا يا رب ألهمنا السعادة والهنا الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أماتا جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني
وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الديان في ذلك اليوم العظيم نفوسنا حشرات وها قد خاب ذو النكران من بعد مبعثهم حساب